بأرق تحايا وأعطى المنى نستقبلكم مشاهدينا الكرام في مأدبة أسبوعية جديدة كنتمنوا أنها تروقكم وتنال استحسانكم. هذه المأدبة اللي غادي تكون غنية بوصفات متنوعة مميزة ومبتكرة بالخصوص أعزائنا المشاهدين، واللي غادي يطبق هذه الوصفات هو الهواري اللي غادي يتفضل بعد لحظات. ورجعنا لكم مجددا مشاهدينا الكرام، وكيف ما سبق وعدناكم معنا شيف هواري باش يطبق اول وصفه من حلقه اليوم. شيف مرحبا بك. مرحبا اختي دليله، مرحبا بمشاهدينا الكرام. اليوم عندنا طاجين ديال اللحم بالبيض بطبيعه الحال واللوز، اما بطبيعه الحال عندنا زيت الزيتون اللي غنبداو به. غنديروا زيت الزيتون وغنديروا مباشره اطراف ديال اللحم اللي عندنا ديال البقري. نعم. اللي هما اللي الطاجين ديال حنا كما قلنا الطاجين ديال اللحم بالبيض. غنديروا طبيعة الحال البصله مشلضه، كنلاحظوا بان البصله هي مشلضه طريفات كبار شويه باش كتعطينا ديك الدغميره في المرق. تماما. وعندنا الباقه ديال التنسيم اللي فيها القصور والمعدنوس، نحاولوا نطفيو النار. نعم. وغنديروا العطريه ديالنا اللي هي ملحه. انا كنلاحظوا سي هواري بان هذه الوصفه هي غنيه جدا بالتوابل، فكاين القعقله بسيبيسه، واحد التوابل اللي ما مستنسنش بهم بزاف في المرق. ضروري ننوع شويه في، نعم. في الاذواق ديالو. عندنا شويه ديال القعقله، شويه ديال النويويره، اربعه ديال الصوص ديال الثوم. هذه هي التوابل اللي عندنا. بطبيعه الحال كنخلطوا جيدا باش داك اللحم كيشرب لنا بطبيعه الحال شويه ديال الملون. الملون اللي كيعطينا اللون. تماما. ملون اصفر. كنهضر الثوم بطبيعه الحال كما قلتي راه عندنا توابل اللي هي ما كنستعملوهاش كثره، ولكن راه عندها واحد التنسيم كتعطي واحد الذوق رائع. تماما. في الاطباق. بطبيعه الحال من بعد غادي نرويو. عندنا هنا كما قلنا عندنا التخضيره. نعم. بالبيض، وعندنا اللي غنصوبوه بحال اوملات بطبيعه الحال غنديروا الزبده، عندنا القرفه وعندنا السكر غنعسلوه، وبطبيعه الحال عندنا البيض ديال البيض السمان واللوز مهرمش واللوز هادو غنبقاو التزيين. تماما. نعم. بعد ما غنرويو الطنجره ديالنا غنديروها جانبا وغنصوبوا هاد المواد الاومليت. اذا غادي نمرقوا سي هواري ونخليو اللحم ديالنا يطيب على جنب. اما بالنسبه للاومليت سي هواري فالتحضير ديالها غادي نشاهدوه من خلال الصور. اعزائنا المشاهدين لكم حال المقادير والصور، ونرجو مع الوصفه الثانيه فخليكم معنا. لتحضير اللحم باللوز والبيض غنحتاجوا الاطراف من اللحم الملج البقري، ثلاثه البصلات مشلضين، اربعه الفصوص من الثوم، ربطه من القزبر والمعدنوس، ملح، ابزار ابيض، قعقله، نويره، سكنجبير ملون اصطناعي، زيت الزيتون، لوز مهرمش، سته البيضات، زبده، معلقه صغيره من القرفه، معلقه كبيره من السكر سنيده، بيض سمان، ولوز مقلي صحيح في الاخير. مشاهدينا الكرام، وصفتنا الثانية غادي تكون عبارة عن طاجين ديال الدجاج بالقلب القوق والجلبانة، فغادي نتعرفوا حالا على هاد الوصفة. تماما. عندنا الطاجين ديال الدجاج بالقوق والجلبانة والصريرة ديال الروز. العملية الأولى غنديرو زيت الزيتون. تماما. خدينا الدجاج بطبيعة الحال وقطعناه على جوج، هادي تتقول لا كراب بودين أو على شكل ديال الضاع هكذا. نعم. بطبيعة الحال تنديروه باش يجينا في التقديم، تيجي عنده واحد كيعطي واحد المنظر في التقديم. تمام. دائما الطاجين بزيت الزيتون كيجي واحد الطيبه رائعه. تمام. وعندنا شويه ديال البصله، وعندنا بطبيعه الحال شويه ديال الثوم. انا كنستعملوا مشاهدينا الكرام في الوصفات العجين ديال الثوم نظرا باش كيعطينا دغيا اللذة ديالو، فباش كنحصلوا عليه كناخذوا الفصوص ديال الثوم اولا الرؤوس ديال الثوم اللي كنبخروها، من بعد كنزولوا من هذاك الغشاء ديالها وكنغطيوها، كنحطوها في انيه خاصه بالتحفيظ وكنغطيوها بالزيت وكنستعملوها عند الحاجه. تمام. درنا الباقه ديال التنسيم ديال القزبر والمعدنوس. نعم. ونديروا واحد نص الاربع ديال الطماطم، علاش تعطينا ديك الدغميره بطبيعه الحال. غنديروا التوابل كما قلنا، عندنا شويه ديال الملحه، عندنا شويه ديال الابزار ابيض، وعندنا شويه ديال السكنجبير، وعندنا واحد جوج ديال ضمات ديال الزعفران، وعندنا شويه ديال بطبيعه الحال غنديروا شويه ديال الملون الاصطناعي فقط باش كيعطينا اللون، شويه غير راس المعلقه باش كيعطينا اللون. اللون. وعندنا الزعفران شرا نخليه في الاخير بطبيعه الحال، كنوضعوه باش كيعطينا ديك اللون.
التنسيمه ديالو. اذا هذا الطاجين غيكون خفيف يا كاسي هواري، وحتى الخضر ديالو اللي غادي نخضروها به هي خضر جد محبوبه من عند الناس، سواء للقلب ديال القوق او للجلبانه، فالناس كيبغيوهم بزاف، وهذا الفصل ديالهم، فبدا اننا نستغلوهم تماما. عندنا السريره او كيس ديال خاص بالروز، طبيعة الحال تنحاولوا نديروا الروز، خدينا حنا ناخذوا النوع اللي تنفضلوا، حنا خدينا هذا الروز. الأحسن ناخذوا النوع الممتاز اللي ما كيتعجبش. هذا يمكن أحسن من الروز، أحسن روز هو البصماتي، النوع الممتاز جدا، تنعرفوا ديال الكشمير، روز الكشمير، بطبيعة الحال تنجمعوه وتنسدوا عليه باش ما كما قلنا ما يتعجنش، تلقى الاتساع باش يتطبخ لأن كيضاعف الحجم ديالو ثلاثة المرات بطبيعة الحال. دابا غنرويو بطبيعة الحال، وبعد ما يطيب الدجاج قرب يطيب ما تيبقاش ليه بزاف، غنضيفوا الخضار. كنضيفوا الخضار، كنضيفوا السريره ديال الروز باش كطيب حتى هي. عندها الروز حنا في الغالب عنده 20 دقيقه تيكون موجود، في الاخير تنضيفوا كذلك، تنديروا شويه ديال الزعفران باش يسخن على الغطاء باش كيعطينا. اذا المراحل المتبقيه هي وضع الاروز والخضار السهواري، غادي نشاهدوها من خلال الصور. مشاهدينا الكرام، لكم حال المقادير والصور، ونرجعوا مع الوصفه الثالثه، فخليكم معنا. الوصفة الثانية هي عبارة على دجاج بالقوق والجلبانة بالأروز. غادي نحتاجو ليها دجاج على وزن كيلو 450 غرام، بصلة مشلضة، تاو مطحون، نصف حبة من الطماطم، ربطة من القزبر والمعدنوس، ملح، إبزار أبيض، سكينجبير، زعفران حر، ملون اصطناعي، زيت الزيتون، قوق طري، جلبانة وأروز من النوع الجيد. مشاهدينا الكرام، وصفتنا الثالثة غادي تكون عبارة عن تحضير البصارة، وواحد نوع جديد من تحضير الفول قناوة. تماما، بناو الحال بارد دابا، راه الناس يفضلوا ياخذوا القطاني. عندنا جلبانة تقريبا جوج جبابن، وعندنا جبانية ديال الفول اللي فزيناهم قبل باش يوجدوا، تنقولوا دائما راه رطبناهم في الماء ليلة، في المفضل يدار بالليل باش يصبح موجود، صباح صباح موجود. والجلبانه تنعرفوا تنديروا لهم بزاف شي اناء غرق، لانه تيديروا بزاف نعم تنتفخوا واحد وتيديروا كشكوشه كيشربوا الماء، اذا فلابد ما تكون انيه كبيره اللي كنطيبوا فيها. تماما، ها هما. وعندنا العطريه ديالهم اللي قلنا اللي غنديروه دابا، اللي هي الملحه. اذا كنديروهم مع العطريه ديالهم باش كيشربوا داك التوابل، الملحه، سكينجبير ثلاثه رؤوس من الثوم، وسكينجبير ثلاثه رؤوس ديال الثوم، وعندنا الربطه المنسمه بطبيعه الحال، وتنحاولوا نحيدوهم ونخليهم جانبا يطيبوا على خاطرهم. من بعد ملي تيطيبوا تنحاولوا حتى تيذوبوا، تنحاولوا نطربهم شويه، وملي تنقدموهم تنقدموا معاهم مع عصير ليمون حامض، الليمون والكمون تحميره، وفلفله سودانيه تمام، مع زيت الزيتون بطبيعه الحال تمام. بالنسبه للطبق ديال الفويليه او الطبق ديال الفول القناوي، تنديروا زيت الزيتون، عندنا البصله اللي طبيعة الحال مشلضة، هذا راه الناس بزاف تيفضلوه، حتى هو كذلك تيكون عنده واحد الذوق خاص به. عجين الثوم بطبيعة الحال، والانواع ديال الفول راه كثيرة، وكل واحد كل تيبغي الفول مقشر، كل تيبغي بقشورو، وكل انواع كثيرة ديال الفول. وعندنا هذا الفول اللي سلقناه، حنا تنقولوا راه مسلوق، علاش حي سلقناه وحيدنا منه الماء ديالو؟ ها الماء ديالو ديال السليق فاش تسلق هو اللي غنرو به، علاش دابا غنقليه باش يحيد منه يعطيه تنسيمه اخرى ديال بعد ما سلقناه عاد تنصوبوه. دابا غنديرو حتى غنقليه بحال غنشرملوه فقط. درنا البصله، الثومه، زيت الزيتون، ودرنا وغنديرو شويه واحد الباقه ديال التنسيم اللي هي ديال القزبر والمعدنوس، وبطبيعه الحال غنديرو العطريه ديال التنسيمه ديالو، ملحه، لبزار، ملحه ولبزار والتحميره، نحاولوا نديرو التحميره ولبزار والتحميره بطبيعه الحال، غنقليوه مزيان ومن بعد غادي نرويو. نعم، هو نرويو بالماء فاش تسلق، لانه الماء باش كنحافظوا على ديك الذوق ديالو، الذوق ديالو حتى القيمه الغذائيه السواري كنحافظوا عليها بداك الماء اللي سلقناه فيه. تماما، دابا هو تقلى، دابا غنحاولوا نروع عليه ونخليه يطيب. نعم، حاولوا ما نعمروش عليه، نديروا ليه القياس ديال الماء باش يشرب فيه. اذا شحال كياخذ الوقت؟ هذا هو راه مسلوق، دابا حنا غير تنكملوا ليه الطياب. نعم، وراه تسلق، ما
ما كياخذش وقت كبير. ما تابع غير صافي، غير يشرب الماء غيجي هو غيجي يجي مزيان. نعم. وتنغطيو تنتسناو دابا حتى يوجد البصاره، من بعد كما قلنا كان اللي تيبغي يطحنها في الطاحونه، كان اللي تيبغي غير يطربها بشي فوي ولا شي حاجه ثانيه باش كتطلق. تمام. نعم. اذا ما تبقى من المراحل غادي تشاهدوه من خلال الصور. اعزائنا المشاهدين غادي نخليكم حالا مع المقادير والصور ونرجع مع الوصفه المواليه، فخليكم معنا. باش نحضروا بصله بالفول والجلبانه اليابسه غنحتاجوا زلافه من الفول يابس ومرطب، جوج زلافات من الجلبانه اليابسه ومرطبه ايضا، ثلاثه رؤوس من الثوم، عرش من القزبر والمعدنوس، كنجبير، ملح، كمون، فلفله حمراء، فلفله حمراء سودانيه، زيت الزيتون وعصير ليمون حامض. اما الفول القناوي فكنحتاجوا ليه فول قناوي مسلوق، بصله محكوكه، ثوم مطحون، ربطه من القزبر والمعدنوس، ملح، ابزار، فلفله حمراء خضراء، وزيت الزيتون. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم للوصفه الرابعه اللي غادي تكون عباره عن كيش بانواع مختلفه من الجبن. تماما اختي دليله، يمكن تحديدا بكات فروماج او اربعه الانواع ديال الفروماج. نعم. العجينه درناها تطيب في الفران باش نربحوا الوقت. نصوبوا لاباري، لاباري اكيش. نعم. لاباري بطبيعه الحال مبيض، بحال درنا انواع كثيره ديال الكيش، وهذا واحد منها اللي هو مفضل كثير اللي فيه الاجبان، الانواع ديال لي فروماج. كاين اللي تيبغي يدير البلو، كاين اللي تيبغي يدير الروكفور، كل واحد على حسب الذوق ديالو. تمام. الذوق ديالو، التفضيل ديالو، الانواع ديال الجبن، على اي الجبن هو واحد الماده مفضله جدا عند الاطفال. داكشي علاش حنا اختارينا اربعه الانواع من الجبن اللي غنديروهم في هذا لاكيش هادي. اما بالنسبه للمنافع ديال الجبن، فالجبن بحال جميع مشتقات الحليب غني جدا بالكالسيوم. الدور ديال الكالسيوم في الجسم مشاهدينا هو انه كيعطي واحد القوه والصلابه للعظام وحتى الاسنان ديال الانسان. ايضا الجبن غني بالفيتامين سي، كما انه غني بالاملاح المعدنيه. تندرنا الكوزه، درنا الضماد البنه، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار باش نصوبوا لاباري كيش. بطبيعه الحال غنخلطوهم ونضيفوا ليهم ثوم القصابيه او السيبولات اللي تنقطعوها بالمقص باش ما تخسرش لينا في الاخر لحظه. شاطينا بطبيعه الحال غناخذوا العجين ديالنا وتنفرشوا فيه البصله والبوارو، تنديروا لي فروماج ديالنا، ومن بعد تنديروا لاباري كيش، ومن بعد لاباري كيش تنديروا الكراتيناج بالفروماج. نعم. دابا نخلطوا لاباري ديالنا. تمام، ها هي لاباري موجوده بطبيعه الحال، من السما بالسيبولات، ومن السما بالضماد البنه، ومن السما بالكوزه. نعم. ربح علينا الوقت، حنا العجين فرشنا فيه البصله والبواغو، والبواغو درنا حجم كبير وحجم انديفيدي، هذا عائلي هذا فردي. الفردي. تماما. ونبداو دابا نصوبوا في الفروماج. بطبيعه الحال قلنا عندنا الانواع اللي بغينا، بحال مثلا عندنا الموزاريلا، تنحاولوا نفرشوا منها شويه في القالب هذا بطبيعه الحال باش تيذوب هذا الفروماج، يتجانس بعضياته وتيدير اذواق كثيره. نخليو شويه الاختلاف ديال الاذواق كيعطي واحد الرائعه لهذا الكيش. تمام. هذا اللي مونطال نقدروا نعوضوه اما بالكريير او ب نعم. وعندنا هذا اللوكاري، نقدروا نقطعوه مربع صوار او هكذا. حاولي تقطعي معايا باش كيجي في كاع ال او تنحاولوا نقطعوه هكذا باش نفرشوه ونخليو للصوار. بليس ديال خوينا. بطبيعه الحال غنزيدوا الجبن اللي محكوك هنا، وغنديروا هاد لاباري من فوقه هكذا، وعاد غنديروا الجبن الاخر. اذا بعد ذلك كنحطوا كنوزعوا لاباري ياكيش. تماما. كذلك بالنسبه لهاد الصغيورين، حنا خلينا لهم شويه شويه من الحاجه باش نديروا عاوتاني الصغار. ناخذوا لاباري ياكيش اللي صوبنا، هي اللي تتعقد بعدا بحال فيها ان برينسيب ليزون، البيض ولا كريم تيجمعوا من بعد تيعقدوا ملي تيطيبوا. وبطبيعه الحال غنديروا من بعد الفروماج، غنديروا دابا الفروماج ربي باش كيعطي داك الكراتيناج من الفوق. ندخلوه للفران باش تحمر، وبطبيعه الحال نخليو هاد الشويه الاخرين للصوار. نعم. اذا المراحل اللي تبقات لنا اللي غنشاهدو من خلال الصور سي هو هي اننا ملي غنعمروا هاد ليكيش الصغار. مشاهدينا الكرام تابعوا معنا الصور والمقادير ونرجعوا مع الوصفه الخامسه، فخليكم معنا.
باش نحضروا كيش بانواع مختلفه من الجبن غادي نحتاجوا الما يلي من المقادير: عجين مورق جاهز التحضير، بصله بشحر على شكل طوليب، بواغو مشحر ايضا، 8 المربعات من الجبن الابيض، جبنه ليمونتال، جبن احمر محكوك، مربعات من الموتزاريلا، توم قصبي، ملح، ابزار، جوز الطيب، دامه البنه، قشده طريه، 4 البيضات وجبن محكوك في الاخير. وصلنا للوصفة الأخيرة مشاهدينا الكرام، وغتكون عبارة عن واحد الوصفة حلوة هي طرطة بالفواكه. تمام، غنديرو دي طرطولات وفروين منوعين بالفواكه اللي تنبغيو. حنا درنا الفواكه بطبيعة الحال، خصنا لي فوندو طارت، العجين المورق. بالنسبة نصوبو الكريم باتيسير هي الأولى، ناخدو الإناء باش نصوبو، ناخدو البيض، ثلاثة البيضات باش نبلونشيوهم مع السكر ولا فاني. ناخذوا هذا بطبيعه الحال، حنا تنعرفوا الكريم باتيسير خاصها الوقت باش تطيب، تنديروها بالعافيه وتنبقاو نحركوها. نعم تمام، نبقاو نحركوها بهدوء بواحد السبالتيل ديال العود حتى تتجمد، ومن بعد تنديروها تبرد وتنديروها. بعد ما بلونشينا البيض تنضيفوا الحليب المركز، تنضيفوا ثلاثه المعالق ديال الحليب المركز باش يعطيهم يجمعها لينا وتعطي حتى الذوق. نعم بطبيعه الحال النشا هي اللي كتجمع لينا، النشا تتجمع 80 غرام. نحطوا على كريمه. تماما، عندنا 80 غرام ديال النشا، ها هي. ما نحاولوا ما نديروش الدقيق لانه ما كاين الناس تيبغوا الدقيق، ولكن الدقيق تيحيد لوكو تينوتراليزي الذوق. تنديروا النشا راه مزيان، وتنديروا الحليب اللي هو السيترو ديال الحليب. تنجمعوا هذا الشيء وبطبيعه الحال تنديروه باش يغلى في اناء في الكاسرول، وتنخليوه نحركوه بهدوء. علاش نحركوه بهدوء؟ باش ما يهودش، حتى تنعرض انه كاين لو بوا الدقيق او النشا تينزلوا لتحت في القاع ديال الكاسرول وتيولي لي كريمو، تيدير الحبيبات. داك الشيء تنديروه غير على هدوء وتنبقاو نحركوه. حنا ربح عليه الوقت باش نخدموا، ما نوقفوش. حنا وجدناه مسبقا وجدنا الكريمه الحلوانيه او لا كريم باتيسير، وها هي، وخليناه بردات بطبيعه الحال. ودابا غنبداو نعمرو في لي طارتولات. بطبيعه الحال ناخذ شويه ديال كريم باتيسير، واحد شويه ماشي بزاف، باش نديرو في لو فون ديال لاطارت. حيدوها ونطال في القاع ديالها باش يكون عندنا ان فون بطبيعه الحال. وغنبداو نديرو لي فروي، لي فروي اللي تنبغيو، كاين اللي تيبغي يدير البنان، كاين اللي تيبغي يدير اي فروي، ولا تيدير ان باناشي دو فروي. حنا مثلا غنبداو نزينو لي فرونواز. اذا كل واحد شنو كيخصها. غادي نخليك تستمر في التزيين ديال هاد لي طارتوليت سيهواري. غادي نتوقفوا للحظات ونرجعوا مع الوصفه المواليه، فخليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ومعنا الوصفه الثانيه اللي غتكون عباره عن دي بالمي. تمام، عندنا حلوه البالمي او حلوه النخيل. بطبيعه الحال تناخذوا الباط فيتي، تنطاليوها، تنسرحوها، تناخذوا لي بيسور هكذا. تماما، تناخذوا بيض بطبيعه الحال وتنحاولوا ندهنوها بهدوء شويه باش يسد لنا السكر فيها ماشي بزاف. ومن بعد غنشكلوا على، تنحاولوا ناخذوا الوسط ديالها باش نعاودوا نفتلوها او نطويوها على جوج. ناخذوا السكر هنا سنيده وتنحاولوا نديروها بطبيعه الحال. السكر الفانيلا اللي كيعطينا واحد التنسيمه. تماما، لانه غنديروهم من بعد لافاني، تيبقى نديروها شويه. بطبيعه الحال تناخذوا دابا تنحاولوا ندوروها في جوج هكذا، تناخذوا الجهه الاخرى وكذلك ناخذوا، نحاولوا نوصلوا للوسط بهم بجوج. نعم. هكذا من الجهتين. الجهتين دائما من بعد ما كنروليوهم كنوضعوهم في المجمد باش كيقطعوا راسهم، باش نقدروا نقطعوهم. نعم. هنا ربح لي الوقت، هذه راه وجدناها بنفس الطريقه وخليناها في كونجيلاتور تماما. تنبداو نقطعوا في لي بالمي على هذا الشكل هذا، ما كيكونوش غلط دقاق بطبيعه الحال. من بعد غنحاولوا نفتلوهم مزيان باش ياخذوا شكل مزيان، وطبيعه الحال من بعد كندخلوهم للفرن وتندخلوهم للفران باش تيوجدوا. اذا غادي نخليك تستمر في هذه العمليه السهواري. مشاهدينا الكرام، لكم حال المقادير والصور، ولنا عوده مع الاشكال النهائيه، لكن قبل ذلك غادي نبقاو مع فقره أستوس.
باش نحضروا تورطات بفواكه مختلفه غادي نحتاجوا العجين مورق جاهز تحضير. للكريمه غنحتاجوا 3 البيضات، نصف لتر من الحليب، 3 المعالق من السكر سنيده، 3 المعالق من الحليب المركز المحلى 80 غرام منشا، وجوج خنيشات ديال السكر الفانيلا. وكنحتاجوا ايضا الفواكه للتزيين. اما لتحضير لي بالميه فكنحتاجوا العجين مورق، بيض مخفوق، سكر سنيده وسكر فانيلا في الاخير. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام معنا في فقرة أستوس لهذه الحلقة. كنتمنى أن فكرة اليوم غادي تكون تنال استحسانكم، وهي عبارة عن واحد الطريقة باش كنزينوا واحد ركن مهم جدا من أركان البيت ديالنا واللي هو المطبخ. فكيف ما كيقول المثل، العلامة ديال الوجه ديال مولات الدار كيجي من خلال المطبخ ديالها. فاحنا دائما كنبغيو أن المطبخ نعطيوه واحد الاهتمام، واحد الجمالية، واحد الصورة جميلة، واحد الألوان اللي كتكون كتناسب كتتماشى مع بعضها. فعندنا بعض المواد مشاهدينا الكرام اللي كنكونوا خازينها عندنا في المطبخ اللي كنستعملوها باستمرار، بحال على سبيل المثال لي سيريال، السكر، الارز، القهوه، اتاي، العديد من المواد الغذائيه اللي كنستعملوها في اواني زجاجيه اولا في اواني للتحفيظ. فبحال هاد الاواني مشاهدينا الكرام لابد ما نعطيوها واحد الجماليه، واحد الرونق باش كتزين المطبخ ديالنا. فمثلا هنا عندنا واحد لو بوكال اللي عندنا فيه وضعنا فيه لي سيريال، فاحنا زيناه بواحد السنتة اللي متواجدة في الأسواق التجارية بأثمنة جد مناسبة على هذا الشكل هذا، فوضعناها على هذا الشكل مشاهدينا الكرام. وزينا كيف ما كتلاحظوا معنا فالسنتة هي في الأحمر، زينا بعقيقة حمر على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معنا. أما بالنسبة للأرز فاحنا اختارينا أننا نزينوا البوكال بالعقيقة في الغوز أو اللون الوردي مع هذه السنتة هذه على هذا الشكل هذه عند الباعة أو المحلات التجارية الخاصة بالدونتيل بالأتواب، فاحنا كنقدموهم على هذا الشكل هذا. اما بالنسبه للبوكال اللي غادي نبين لكم من خلاله الطريقه ديال التزيين مشاهدينا الكرام، فاحنا غادي عمرناه بالسكر كيف ما كتلاحظوا معنا. فهنا عندنا هاد لاكول اولا احنا ممكن اننا نخدموا بلو بيستولي اولا ممكن نخدموا بالكولا اللي كنخدموا بها بطريقه يوميه. فكنوضعوا القليل من اللصقة على هذا الشكل. بعد ذلك مشاهدينا فاحنا كناخذوا عقيقة في الأحمر وكنوضعوهم، بما أننا وضعنا عقيقة في الأحمر مشاهدينا الكرام فاحنا غنوضعوا واحد لو غوبون أولا هاد السنتة اللي متواجدة في الأسواق التجارية بواحد الأثمنة جد مناسبة. أنا الآن غادي نبينكم غير الطريقة ديال كيفاش غادي نعقدوها. أما بالنسبة من بعد فاحنا غادي نحكم التثبيت ديالها باللصقة أولا بلاكول. فكن نسمع واحد الوريضة مشاهدينا الكرام كيف ما كتلاحظوا معنا. اما بالنسبه مشاهدينا باش كناخذوا هذا الشكل هذا ديال السنتة، فكيف ما كتلاحظوا معنا باش هو واحد الشكل جميل وباش كيسمح لنا ان داك السنتة اولا الخيط ما كيتسلش. فانا غادي نوريكم الطريقه ديال التزيين ديالها. فاحنا كناخذوا هاد لابوند وكنجمعوها على جوج، كناخذوا مقص خاص بهاد العمليه وكنقطعوا على هاد الشكل. فكيف ما كتلاحظوا معايا مشاهدينا الكرام كتجي الورده على هاد الشكل هذا. بعد ذلك فاحنا غادي كيف ما سبق ليا وذكرت لكم غادي نحكم التثبيت ديالها بلاكول وعاد ندير داك الوريضه اللي كتعطي واحد الجماليه للبوكال. بعد ذلك كنوضع السكر اولا الماده اللي غادي نحفظ بهذا لو بوكال هذا، وفي نفس الوقت كتعطينا انيه للتحفيظ وواحد التزيين ولا واحد الجماليه اللي كتعطى للمطبخ ديالنا. فكنتمنى مشاهدينا الكرام ان فقره استوس لهذه الحلقه تكون نالت استحسانكم. في انتظار حلقه الاسبوع المقبل اولا فقره استوس الاسبوع المقبل غادي نخليكم حالا رفقه شيف هواري والوصفات اللي طبقها من خلال الاشكال النهائيه المأدوبات اليوم، تليها ايضا وفي نفس الوقت الاشكال النهائيه اولا التزيينات النهائيه ديال فقره استوس. فخليكم معنا. أوفياء برنامج مأدوبة كيف ما عودناكم مشاهدينا، فمأدوبات اليوم هي جد غنية متنوعة ورائعة كنهديوها لكم وكنتمنوا أنها تكون راقتكم ونالت استحسانكم. تماما أختي دليلة، مائدة رائعة بفضل الأنامل الذهبية بطبيعة الحال ديال السيدة نور التازي اللي دائما تجتهد باش تعطي واحد الجمالية للمائدة. حنا تنعرفوا لا كورتوازي داك اللي تتميز بها وحب المائده وتحب تزين المائده تماما. وتبعوا معنا السيدات الاطباق اللي درنا الطبق ديال اللحم اللي صوبناه بطبيعه الحال باللوز وزيناه
بالبيض ديال السمان وداك لي لوزو دو كاي، يمكن واحد الطبق اللي ما تيدارش بزاف ولكن راه مميز. اسابيع بطبيعه الحال درنا معاه ديك السريره ديال 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 الروز، اللي درنا الروز من النوع الممتاز، درنا البصماتي اللي تيجي لذيذ بزاف. عاوتاني من بعد درنا دوك جوج ديال الانواع، قلنا الحال بارد نديرو شويه ديال الناس بزاف تيحبوا القطاني تماما، درنا البصاره ديال 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 الحمص وكذلك ديال الفول اللي مميزه، الجلبانه بطبيعه الحال، ودرنا ديال الفويليه او الفول ديال الكناوه اللي هي قليل اللي تيديروها الناس، ولكن تيعرفوا الناس اللي تيعشقوا الفول تيعرفوا بانه عنده واحد الذوق خاص. نعم. بطبيعه الحال بعد ما سلقناه درناه فحال درناه مشرمل وقدمناه الناس اللي تيبغوا جوج ديال الانواع، اما المطحونه او اللي تتكون باقا صينا بحال المريقان بطبيعه الحال. ودرنا جوج ديال الانواع ديال 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 لي كيش، واحد عائلي واحد فردي، درنا ديال لي كاتر فروماج بطبيعه الحال، الناس تخيروا في الانواع ديال الفروماج، كاين اللي تيبغي يدير البلو، كاين اللي يبغي يدير روكفور، اللي يبغي يدير. حنا درنا الليمونطال او الشبه ديال الكريير، وبطبيعه الحال درنا لا موزاريلا والفروماج كاري، ودرنا الفروماج اللي ادام او الفروماج الاحمر. نعم. بطبيعه الحال ما نساوش الطبق ديال الدجاج اللي كان مميز للطريقه. نعم. المغربيه بطبيعه الحال، درنا الفقوق والجلبانه، ودرنا السريره ديال الروز اللي كان مميز في المطبخ المغربي، ودرنا دي طارتولات وفروي. الانواع ديال الفروي راه شافوا معنا السيدات التزيين، راه تيبقى دائما هما حرين في التزيين ديال حنا دائما كنعطيو الافكار الاساسيه باش كيحاولوا السيدات انهم يتفنوا في هاد الوصفات السهواري. فدائما التقديم ديال المائده فهو واحد الفن، كنتمنوا ان جميع السيدات يكونوا كياخذوا الافكار باش كيحاولوا يبدعوا في مائدتهم اليوميه. فكنشكرك على تطبيق الوصفات السهواري، وكنتمنى انك تكون حاضر معنا الاسبوع المقبل بحول الله. اما بالنسبه للمشاهدين الكرام فكنبغي نوضح لهم ايضا حتى الجانب الاخر من المأدوبه ديالنا اللي هو فقره أستوس. فالاشكال النهائيه اللي بوكال اللي قدمنا لكم اليوم مشاهدينا الكرام كنقدموهم لكم على هذا الشكل، دائما كنزينوهم بواحد الجماليه، كنحافظوا بالاساس على التناسق في الالوان. حنا فقط كنعطيو الافكار مشاهدينا الكرام الاساسيه، انما كل سيده كيبقى عندها الحق انها تختار وتبتكر وتناسق في الالوان كيف ما كتشهى، ودائما كيف ما كتشهى تشوف المطبخ ديالها او المنزل ديالها بصفه عامه. فكنقدموهم لكم على هذا الشكل. في انتظار فقره أستوس الحلقه المقبله مشاهدينا الكرام، كنضرب لكم موعد دائما على الاولى، سنلقاكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.